بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين أولم يقل الله عز وجل في حق نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والرحمة هنا عامة هي رحمة عامة في حق كل الناس كيفما كانوا وكان عليه الصلاة والسلام ينتبه لمسألة الرحمة في أدق التفاصيل وإن الرحمة لا تتجلى أكثر حين يفكر المرء بغيره، خصوصا إذا كان هذا الغير ضعيفا، لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يستحضر الإنسان غيره خصوصا في العبادات الجماعية، فقد قال مرة: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فدوما هناك استحضار للاخر في العباده الجماعيه. وقال عليه الصلاه والسلام: اني لاقوم لا الى الصلاه واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه. وفي حدث فتح مكه المعروف اراد ابو قحافه وهو والد الصحابي الجليل ابي بكر الصديق ان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه ابنه أبو بكر فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه ثم انتبه الى شكله وكان شعره ابيضا فقال لهم رسول الله عليه الصلاه والسلام: غيروا هذا من شعره في حرص نبوي انيق على جمال المظهر وهو في عز الانشغال بفتح مكه. وكان عليه الصلاه والسلام رحيما بالمساكين ولنتامل هذا الحدث وهذه المحطه الجميله والراقيه في السيره النبويه الشريفه. فقد اخبر عليه الصلاه والسلام ان مسكينه مرضت وكان عليه الصلاه والسلام يعود المساكين ويسال عنهم فقال لصحابته وهو يعرف ان هذه المراه مريضه مرض الموت اذا ماتت فاذنوني بها لاخرج في جنازتها لكن المراه توفيت ليلا فخرجوا في جنازتها ليلا وكرهوا ان يوقظوا رسول الله عليه الصلاه والسلام فلما اصبح عليه الصلاه والسلام اخبر بالذي كان من شانها فقال له ألم أمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلة ونوقظك فخرج الرسول الله عليه الصلاة والسلام من ذاك حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات وهذه المرأة التي فعل لأجلها كل هذا الأمر ماذا كانت تفعل؟ هي كانت خادمة لبيت الله تكنسه تجمع القمامة وتنقي المسجد من الأذى فقد كانت مسكينة من المساكين فالرحمة عامة وإنها لتظهر أكثر ما تظهر تجاه ضعفاء الناس أكثر فهم الأحوج للرحمة والأحوج للمحبة فلنتأمل هذا الموقف جيدا فاللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين فقرائهم وأغنيائهم نسائهم ورجالهم إلى اللقاء